أنا حابب أحكي مع أمي على انفراد لو سمحت. ليش عملتي هيك أمي؟ ليش حطيتيني بهذا الموقف؟ تكين بحبك، لا تخجل منه. هدفه الوحيد إنه يحميك. مين هو تكين؟ مين بيكون؟ شو هالعلاقة اللي بيناتكن؟ هو بيكون أبي شي؟ حبك وانت بعيد عنه كل هالسنين لأنك ابنه الوحيد. ايه انت ابنه. ما بدي اسمع على حكي. لا هيك احسن تسكتي. أندر، تأكد يا ابني اذا كان في حدا بهذا العالم كله رح يحميك من الشر فهو ابوك. تكي، ما بدي اسمع ولا حتى كلمة واحدة. مشان هيك سكتي احسن إلك. وينك انت؟ وين كنت؟ فهمني شو الشي اللي عم تعمله ابني؟ لك انت بدك توقف لي قلبي، ما رح ترتاح قبل ما تموتني دهان. لك شو عملت؟ بس فهمني دهان شو عم تعمل؟ قلي. قربت امي، قربت حاسبون على قتل ابي وبعدين ما خلص ونرتاح. خلص بكفي ابني، ما بدي تحاسب حدا على قتل ابوك ابدا. ما عاد بدنا شي منهم ابني. ابني شوف امي، امي ابني، انا ما جبتك لحتى تصير قاتل، انا ما جبتك لتصير مجرم وتتلوت بالدم. امي، امي ده. اكيد رح يجي يوم وتصير اب. كيف بدك تحمل ابنك بهدول الايدين؟ كيف رح تزرع الورود على قبر ابوك بهدول الايدين؟ امي حبيبتي بترجاكي لا تعملي هيك. ده ابني حبيبي، بترجاك بكفي اللي صار فينا، بكفي. تركن، لا تعمل اللي عم يدور بعقلك ده. يا أهلين، حضرتك شبعت نوم وتمشيت كمان وشفت لأمك. إجا الوقت إنك تحط عقلك براسك وترجع لرشدك، وصار الوقت إنك تحكي لي الحقيقة مثل ما هي. شو يعني هاي الحقيقة؟ شوف ابني، لا بقى تقول ابني. شوف ابني، كل الناس بتسحب سلاح، واللي بيسحب سلاح بيقتل. الشجاع بيضل شجاع، بس أهم شي بالشجاع إنه ما يوقف ورا أبداً، وما ينحني ولا ينحرف عن الشي اللي بيعتبره صح أبداً. ولهيك خلي مسألة الحب على جنب هلأ، وإنت لازم تفهمني وتعرف إنه شو ما كانت علاقتك بجريمة القتل بدك تخبرني كل شي. طلع فيني، خاطر أمك له حدود عندي أندر، وتأكد أنك رح تنوجع منيح. يا رح تخبرني شو صار مثل الرجال، أو أنا رح أضطر أعرف أسلوبي الخاص يا سيد أندر. شو رح تعمل؟ رح تضربني بالعصاية مثل رجالك يعني؟ إذا بالبداية مو معك فأكيد رح تكون البداية مع مرتك. عم تفهم؟
العمسي زائي كان أحسن واحد بالعالم، كان يحبني، كان معوضني عن حنان الأبي اللي فقدته، وأنا كمان كنت حبه. بس بعدين وبغض النظر عن كل شيء، عرف إني ماني ابن مظفر. أيوه بعدين. بعدين راح. يعني مات. والأصح أنا يلي قتلته. لقيت فين سرك الحلو أنت وأمي. يعني أنت اللي قتل سيزاي كارلي، ما هيك؟ في حدا تاني بيعرف هالحكي؟ يمكن المحامية تعرف وغيرها. أخوها يلمز كمان، كمان شوفيري فخري، والشرطي اللي بمكتب الجرائم رضوان. رضوان عديم الشرف. قديش ابتزك هذا الحقير. هو أكيد أخذ كل شي طلبه منك، وأنت يا حلو عطيته اللي بده إياه. بس كمان فادني. شوف ابني، إذا أنت كنت عم تدور على المتاعب فما عندي شي أقوله أنا. بس خود نصيحة مني، لازم كل اللي بيعرفوا يموتوا، حتى ما يضل حدا بيعرف، لحتى ترتاح أنت على الأقل. عم تفهم؟ لا تلمسيني. تكين بيك، تفضل محمد على التلفون. أهلين والله بمحمد، صرنا زمان كتير ما التقينا. القدر، هلأ صار الوقت لحتى نلتقي. ايه بنلتقي. ايمتى فاضي لأشوفك؟ عجبتك؟ طيب كتير. طيبة كتير؟ انتبه على حرف الراء. كتير كتير كتير. لساني ما عم يقول. طيب مثل ما بدك. ايه مو حابب تروح على الألعاب مرة تانية؟ قديش الساعة؟ شو بدك بالساعة هلأ؟ نحن عم نتسلى. إذا طولت ماما رح تتضايق مني وتخانقني، بابا كمان رح يتضايق مني ويزعل ويعصب. انت معي، ما تخاف من ابوك، ما رح يعصب. حتى لو كنت معك بيعصب. طيب مثل ما بدك. خلينا نرجع هلا. لسه ما خلصت اكل. خلص انا شبعت وبدي روح. خلص اكلك ومنروح. يوسف ابني، شفت أوزغور؟ يا عمو من شوي طلع بالسيارة وراح. كيف يعني طلع بالسيارة وراح؟ وين راح ابني؟ ما بعرف وين راح. مرة كانت عم تسوق، ما شفته جنبي. أهلا وسهلا. أهلين. دهان، لإمتى رح أضل هون أنا؟ مو كتير. طيب شو رح يصير؟ خلصنا، رح تساعديني. ها
هيك كبرتي القطعة. عم أعمل هيك مشان ما تروح منها الفيتامينات. اعترفي إنك ما بتعرفي. رح علمك. شو رأيك إنه نتفق؟ يعني يا أنت بتقطعون يا أنا. إيه حاضر. لما ما كنت هون عملت بحث عن تكين زاردان. أنا ما قلت لي خليكي بحالك؟ ليك في مشاكل كتيرة على هالرجال. قالوا إنه قتل مرته وولاده مشان ما يكونوا سبب ضعفه قدام أعدائه. شو هاد؟ إيه؟ إيه شو؟ واحد مثل هاد ما رح يساعد أندر. غير هيك إنه هاد الرجال ما فات ولا باشتباك مسلح من زمان. يعني حتى لو كان رح يعمل هيك يمكن رح يطلب من المافيا. مافيا؟ كان ترك المافيا تحل القصة. بس هو كتير عم يهتم بالموضوع. هاد يعني إنه عنده علاقة متينة مع أندر. بكفي هيك اليوم. هلكوني الدكاترة وهنن يقولوا لي انتبه على الكبد من المشروب. ما عدنا شباب مثل أيام زمان. مزبوط. ما فيك توقف الوقت بنوب. عم تحكي مزبوط. ما فينا نوقف الوقت. الدنيا مليانة وساخة والخيانة كترت والنفاق زاد. ايه محمد، بيفكروا انهم بيعرفوا كل شيء، وهذا اكتر شيء انا ما بقدر اتحمله. كل شيء ممكن بهذا الوقت، الوساخه والخيانه والنفاق. توقعت رح تجي لعندي لما تطلع من السجن. مثل ما انت قلت، زماننا خلص مضى وراح، وهلأ تعرف ليش جيت لهون؟ ايه بعرف ليش جيت لهون، وبعرف مين داهم بيته لأندر كمان، وعندي علم انه انت اللي عم تحمي لداهان. أنا مديون لداهان بيك بروحي، وأنت كمان مديون اللي بروحه إجا وقت نصفي الحساب. فيك تطلب مني أي شيء محمد، أي شيء، مصاري، نفوذ، بيوت، بعمل مجزرة كرمالك وبدمي. بس أندر مستحيل. ما عم أفهم ليش حميته. رجال مو منيح، أما شوف دهان مثل الأسد، شب شجاع كتير.
ما فيني أعمل شي ابنه. ولا تصير التفاحة حلوة أكيد بدها فليفلة حرة يعني الشمس، وما فينا نزعل من الشمس أبدا. أنا كتير مزعوج، لأول مرة بحياتي بكون قاسي وهمجي لهي الدرجة، ورح كون ضدك. آسف يا محمد، فهمني أنا برد الدين، بس أندر لازم تعرف مستحيل. فهمتني محمد؟ وأنت فهمني، أنا مديون لدهان بروحي، وقبل ما سدد ديني ما بدي روح من هاي الحياة. إذا ما سامحتني على وقاحتي كون متأكد إني رح أزرك. بس زردان يلي بعرفه رجال بيوفي بوعده، شي اللي بيخليك تعمل هيك أكيد لازم يكون أهم من روحك. اسمعني يا محمد، أبداً أنا ما كان بدي تنتهي العلاقة بيناتنا هيك. وأنا كمان ما كان بدي يكون عندي عدو مثلك. بعرف هذا الحكي، ليش ما نتخلص منه وهو هون؟ بدك يعني انه اغلط مرة تانية؟ اذا انا بدي اقتله لازم اطلع بعيونه، صديقي وبيستحق هالشي. زردان الجورج رجال مو سهل. مزبوط. شو راح يصير هلا اخي؟ الطوفان يلي رح يصير هلأ. طوفان بدي تاخديني على البيت، خديني لعند بابا مشان الله. خالي والله رح يعصب ويتضايق. طيب رح أخدك بس ما تبكي يا روحي. لأنه أنا خايف منه، بابا رح يزعل مني وماما بتتضايق إذا تأخرت وصار في عتم. طيب بترجعك ما تبكي. أنا خايف. من شو؟ انت خايف مني؟ معقول انا اعمل لك شي؟ خلاص بدي روح على البيت، بدي روح شوف ماما. شوف تعرف شو، انا رح اتصل بابوك هلا ورح شوف اذا كان بالبيت وبعدين بنروح لعنده، تمام؟ بس خلاص ما تبكي، اتفقنا؟ يسلموا ايديكي. والله من الملل غسلتها. هي رنت موبايل؟ وين الموبايل؟ معي ليكو بجيبتي. برافو، يعني الواحد بيخبر. كنت اتصلت بخالتي. ايه منتصل مشان يكشفونا مو هيك؟ نعم بيريل. مساء الخير. أهلين. الحمد لله على السلامة، أنت منيح؟ لا تقلق،
بابا أنا منيح. لازم أقول الحمد لله على السلامة ما هيك؟ ما بعرف، بتعرفوا هاي الأمور مو متعودة إنها تصير معي كل يوم. ارتاحوا. هداك الوسخ ما عمل لك شي ما؟ طمن ما في شي بيخوف، أنا منيح. المهم إنه أندر بخير ومعنا هلأ وبيناتنا. إيه؟ عن جد دهان هو اللي خطفه؟ ومين غيره برأيك؟ ما بعرف، إذا دهان هو اللي خطفه عم اتساءل ليش تركه هلأ؟ ما كان ناقصنا غيرك شاهقة، يلا أنت كمان حققي مع أندر، هاد يلي كان ناقصنا، أساساً ما بيكفينا الشرطة والتحقيق. إذا كنت عم تتساءلي شاهقة، فبقلك هو ما تركني، أنا هربت ونفدت منه. ابني احكي لي شو سبب العداوة بيناتكم؟ ما بعرف. بريل وينها؟ ماني شايفها هون. ممكن لأنك رجعت مشان هيك ما أجيت. لا تدقق ابني، مريضة شوي. ايه طبعاً طبعاً. أوزغور بالسيارة داها. تعب من البكاء ولا؟ وبعدين اطلعت عليه لقيته نايم. شو بدنا نعمل هلا؟ انت تركته لأندر؟ انا ما خطفته لأتركه، بس فكرت انه أندر راح على البيت. ايه شاهقة هلأ خبرتني. حلو، بيريل خدي الولد وارجعي لزوجك. كيف؟ خلاص خدي أوزغور وروحي على البيت. بس وثقي فيني، مو بدك اني سامحك. اعملي مثل ما عم قلك. ما في ولا خبر عن بيريل؟ لا، وما أنا عم ترد على موبايلها. وين بدها تكون راحت؟ شو بيعرفني أنا؟ إذا أنت ما بتعرفي مين رح يعرف؟ أنت الوحيدة اللي بتعرفي كل شيء. إذا عم تدوري على حدا تتناقري معه إجيتي لعند الشخص الغلط. لا تفكري إني ما بعرف على شو عم تخططوا من ورا ظهر ابني. شراكة مع السيد دهان وشوية همس مع بيريل. توترك بهالشكل مو منيح، وأكيد رح يسبب لكشف شي هلأ أو بعد.
وأنا عم استنى هاد اليوم بفارغ الصبر يا أمي الحبيبة. ولما يجي هاد اليوم أنت وابنك المصون ما رح تاخدوا شي ولا أي شي، لا من البيت ولا من الشركة. أهلا وسهلا. عندي مفاجأة لإلك. عرفت إنه هذا ابني من أول مرة شفته فيه. حسيت بهالشي. تعرف إنه الأمهات إحساسهم ما بيغلط أبداً. بيريل اسمعيني شوي. آسفة على كل شي أندر، عن جد آسفة على كل شي عملته أو حكيته معك. يعني كنت بس... جذبة لما تعلقت بدهان كل هالسنين. هددني إنه رح يجي اليوم وياخد ابني مني. بجوز رح يعمل عيلة بعدين مع هديك المحامية. أنا عن جد بدي أعطي قلبي للإنسان اللي بيحبني أندر. شو رأيك؟ منجرب من أول وجديد، نكون عائلة أنا وأنت وابني أندر. بعرف إنه فرع تاني بيهتم بهي القضايا، بس لاقيلي ابني. تمام، رح أعمل اللي بيطلع بإيدي، بس هاي العملية رح تكلف مديرك كتير. ليك أنت عمل اللي عليك وبس، نهاية هذا الموضوع ما بتهمك. بعرف إنه دهان موجود بآخر هالطريق. مبارح أندر بيك أخذ ابني مشوار صغير، بيعمل هيك أحيانا، بس بالنهاية هو يلي سماه، والكلب دهان كان هنيك. فخري، أنا بعرف كتير أمور. شو الأمور اللي بتعرفها يا الماز؟ شو بتعرف يا المز؟ احكي كل شي عندك، فهمني. ابنك موجود عند أندر. كيف يعني؟ انا شفته، أندر ومرته وابنك عم يلعبوا لعبة العيلة. يعني قصدك أندر هو اللي خطفه، صار عنده ذنوب كتير، بس الولد كان عم يبكي ويقول بدي روح لعند ابي. وانت ليش ما حكيت هيك من قبل يا المز؟ اهدى، انا ما خبرتك مشان ما حطك بمشكلة جديدة فخري، بس المفوض معك هلا، وهيك ما فيك تعمل اي شيء. اذا بشوفك مره تانية قربت على اختي رح موتك. وين سالفي؟ شو دخلك يا ويلك اذا بتكون عملت فيي اي شيء؟ ليش بتحب المحاميه كتير؟ هي مثل أختي. لا عن جد؟ ليش؟ لأنه عملت معي معروف كتير كبير. فهمت علي، يعني أنت هلأ مدين إلى بهذا الشيء. شو؟ بتوقع كان بدك تتخلص مني. استنى خبر مني وخليك بعيد عن اختي.